يلا بسم الله الرحمن الرحيم. iOS license، ايه حوار اللايسنس ده بقى؟ تعالوا الاول نفتكر كده مشكله كانت موجوده، او نتكلم في مشكله موجوده عندي في الاي او اس بتاعه راوتر سيسكو، ونشوف في الفيرجنز الجديده بداوا يحلوها ازاي. قبل ما نتكلم عن المشكله اللي موجوده عندي في سيسكو، تعالوا نتكلم شويه عن مايكروسوفت. لما انتوا بتنزلوا مثلا نسخه مايكروسوفت، نسخه ويندوز مثلا، مش كل فتره كده بتعملوا ابديت للنسخه؟ اللي هم بتكون نيتوا على موقع مايكروسوفت تعملوا ايه؟ تنزلوا ال ما هو طبعا احنا شاريين النسخه يا شباب، مصر كلها كل واحد معاه الاسطوانه اللي شاريها، تمام اوكي يا شباب. طيب فالمفروض احنا بنعمل كده ليه؟ اي سيستمز بالذات يعني مايكروسوفت بيبقى فيها ثغرات كتير، ثغرات في السكيورتي، ثغرات في ابلكيشنز معينه، تمام. فالمفروض ان كل فتره كده بتعملوا كونكت على موقع مايكروسوفت تنزلوا اخر ابديت، لانه بيسد الثغرات اللي موجوده في الحاجات دي، ثغرات في السكيورتي مثلا. فالابديت ده بيبقى عباره عن ملفات صغيره كده بنسميها هوت فيكس. ايه الهوت فيكس ده؟ ملف وظيفته انه بيسد ثغره معينه، تمام. اسمها حاجه سيرفيس باك، اسمها حاجه اسمها سيرفيس باك. هو ايه السيرفيس باك ده؟ مايكروسوفت مثلا بتبدا تنزل ملفات الهوت فيكسز، وبعد سنه كده ولا حاجه تروح مجمعه كل الهوت فيكسز دي في حزمه واحده اسمها سيرفيس باك، تنزلها انت مثلا اوفلاين ولا حاجه وتسطبها كده، حول لك النسخه بتاعتك لسيرفيس باك 1 مثلا او 2 او 3 او واتيفر، تمام. ويبقى كده انت مش محتاج الهوت فيكسز دي تنزلها من موقع مايكروسوفت، تمام. طبعا مايكروسوفت يعني لما بتنزل نسخه ما بتنزلش ال السيرفيس باك بتاعها الا على الاقل بعديها بسنه، عشان ما تفضحش نفسها. يعني هي مليانه ثغرات، وفي كتير هوت فيكسز اصلا تسد الثغرات اللي عندها، تمام. سيسكو بقى ما عندهاش حاجه زي دي. يعني مثلا لو انا نزلت دلوقتي اي او اس لسيسكو، اشتريت يا روني ماشي اي او اس لسيسكو، تمام. المفروض دلوقتي لو في اي حاجه في مثلا في ثغره او حاجه، ما عنديش هوت فيكس انزله، تمام، واشغله جنب الاي او اس الثاني، احطهم الاثنين كده جوه الفلاش ويسد لي الثغرات اللي موجوده في الاي او اس ده. لا، ده سيسكو بتبدا ان هي تعمل له بيلد تاني من اول وجديد. يعني مثلا في ثغره في اي او اس معين، سيسكو تبدا ان هي تعمل بيلد للاي او اس ده وتسد الثغره دي، وانزل انا الاي او اس تاني من اول وجديد، تمام. فدي مشكله في الاي او اس بتاعه سيسكو. حاجه كمان كنت قلت لكم قبل كده، لو نفتكر ان الاي او اس بتاعه سيسكو، حد فاكر كانت ايه هي؟ لير 2 بيز، لان بيز، اي بي بيز، اي بي بلس بيز، صح، وادفانتج انتربرايز، وادفانتج اي بي بلس، وادفانت وانتربرايز اي بي بلس، وادفانتج انتربرايز. وقلنا ان كل واحده بتسبورت فيتشرز معينه، اعلاهم خالص الادفانتج انتربرايز، دي النسخه اللي احنا شغالين عليها اهي. فين 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 اهي، احنا اتفقنا ان مكتوب جنبها ايه؟ ادفانتج انتربرايز. دي بتسبورت كل حاجه، تشغلوا عليها راوتنج، ام بي ال اس، اي اس اي اس، بروتوكولات، مش شغال عليها كل حاجه، تمام. افرض دلوقتي ان انا مثلا كنت اشتريت نسخه من سيسكو، الشركه بتاعتي كانت سمول بزنس، وانا مش عايزه ادفع فلوس كتير، فاشتريت نسخه مثلا من سيسكو مش بتسبورت السكيورتي، تمنها ارخص بالنسبه لي. وجيت في يوم من الايام، ربنا يسهل يعني، فتحت انا واحمد فروع كتير بقى على مستوى الجمهوريه كده، تمام، وحبينا ان احنا نربطهم ببعض ونعمل بقى عليهم سكيورتي بقى والكلام ده، تمام. فهضطر ان انا اعمل ايه؟ اشتري تاني من اول وجديد نسخه اي او اس تاني بيسبورت السكيورتي اللي فاتت دي كده، خلاص انا هضطر اشتري اي او اس تاني من اول وجديد وادفع فلوسه تاني من اول وجديد بيسبورت السكيورتي، تمام. تكلفه غاليه قوي. في الاي او اس بقى ابتداء من فيرجن 15، حد فاكر كنا قلنا ان اخر فيرجن من سيسكو عملته كام؟ من الاي او اس كان 12.4، وبعد كده نطت على طول على مين؟ طب ليه؟ عشان ارقام 13 و14، ها، نحس، تمام. فعشان كده نطت فعلا على فيرجن كام؟ 15. واخر حاجه سيسكو نزلتها 15.4، تمام. ابتداء من اي او اس فيرجن 15 ده على فكره اتكتب فروم سكراتش، اي او اس اتكتب من اول وجديد، مش معدلين في ال 12.4 ده، اي او اس مكتوب من اول وجديد، تمام. في حاجه بقى فيه، قال لك ان احنا بنشتغل بيه بنظام لايسنس. بمعنى ايه؟ انا هجيب الاي او اس في كل حاجه، في كل الاوامر، بس كلها هيدن، ما فيهاش بس غير اوامر الراوتنج بس، وبقيه الاوامر كلها ها هيدن، تمام. انا في يوم من الايام حبيت ان انا اشتغل على الجزئيه بتاعت السكيورتي، بدل ما اروح لسيسكو واشتري اي او اس تاني من اول وجديد، انا هشتري ملف اللايسنس اللي يفتح لي ملفات او يفتح لي اوامر السكيورتي. تكلفه ملف اللايسنس هيبقى اوفر بالنسبه لي بكتير من ان انا اروح اشتري اي او اس تاني من اول وجديد.
اشبهها لكم بمين. لما انتوا دلوقتي ابتداء من ويندوز فيستا ويندوز 7 مايكروسوفت بقت بتحط كل النسخ على اسطوانه واحده على دي في دي واحده صح، البروفيشنال والانتربرايز ومش عارفه ايه والهوم اديشن كل ده على اسطوانه واحده، وانت تنزل النسخه اللي انت عايزها ليها ليميتيشن فتره معينه اللي هي 30 يوم صح، ولو انت حبيت ان انت تفتح النسخه على طول بتبقى شاري السيريال بتاع موقع مايكروسوفت او بتاع النسخه. نفس الفكره انا هجيب الاي او اس من سيسكو في كل حاجه تمام، بس الحاجات دي هتبقى بالنسبه لي هيدن، عشان اقدر ان انا افتح اوامر بتاعه فيتشر معين لازم اعمل ايه، ابقى شاريه ملف اللايسنس بتاعه اعمل له انستليشن على الراوتر، اول ما اعمل له انستليشن على الراوتر الاوامر بتاعه الجزء ده او الفيتشر ده هتتفتح. تمام لو دلوقتي حد وقعني في حاجه، في حاجه بقى لو انا اشتريت دلوقتي مثلا الراوتر من سيسكو على سبيل المثال، طبعا انا كسمول بزنس لا اجرؤ ان انا اروح اشتري الراوتر من سيسكو على طول، السمول بزنس عاده بيشتري منين، من ريسيلر ايا كان، سواء اشتريت من سيسكو سواء اشتريت من ريسيلر، وانا كده من اولها بشتري الراوتر بتاعي هقول لهم مثلا انا عايز الراوتر ده بيسبورت السكيورتي، هم هيعملوا لي اساسا انستليشن لللايسنس بتاعت السكيورتي وانا بشتريه، يبقى انا مش محتاجه اعمل حاجه. انما اللي انا هحكي ده على اساس ان انا اشتريت الراوتر وبعد سنه ولا سنتين احتجت ان انا اشتري اللايسنس فايل بتاع مين، السكيورتي. تمام هعمل ايه بقى، هدخل على موقع مايكروسوفت سوري سيسكو www.cisco.com/go/license. تمام طبعا المفروض انا هبقى شاريه الراوتر زي مثلا من سيسكو ولا حاجه، هيبقى ليا اكونت على سيسكو ليا يوزر نيم وباسورد، هدخل باليوزر نيم والباسورد بتوعي. تمام علشان سيسكو تضمن حقها هتطلب مني شويه معلومات علشان تتاكد فعلا ان انا اللي شاريه، ان انا الشخص اللي شاري الراوتر ده. تمام ايه هي المعلومات دي، المعلومه الاولانيه حاجه اسمها UDI يونيك ديفايس اي دي. ايه اليو دي اي ده، عباره عن كونتين بروسيس اي دي او برودكت سوري اي دي وسيريال نمبر، اجيبهم منين، من الراوتر ذات نفسه. يعني لو جيت دلوقتي مثلا افتح هنا الباكت تريسر هنشتغل على سيرس 2900 سواء 2901 او 2911، لان دول باي ديفولت اصلا شغالين باي او اس كام، فيرجن 15. هو 2811 لو انا اشتريت له فلاش بحجم اكبر ممكن ان انا ساعتها انزل عليه اي او اس فيرجن 15، يعني الراوتر اللي قدامكم في الراك ده حتى هذه اللحظه انا ما اقدرش انزل عليه ايه، فيرجن 15. تمام لازم اكبر حجم الفلاش عشان اقدر انزل عليه الفيرجن ده، فهنشتغل مثلا على 2911. لو قلت له هنا شو فيرجن، قال لي ان الاي او اس اللي انا شغال عليه فيرجن كام، 15.1 صح. تمام طيب عشان اجيب المعلومات بقى اللي انا المفروض احطها على موقع سيسكو، في هنا امر اسمه شو لايسنس، اول امر انا عايز استخدمه دلوقتي يو دي او يونيك ديفايس اي دي. انت مش احنا قلنا ان اليونيك ديفايس اي دي عباره عن حاجتين، برودكت اي دي وسيريال نمبر، تجميعه الاثنين مع بعض اليو دي اي، ادي البروسيس اي دي او سوري البرودكت اي دي وادي السيريال نمبر، الاثنين مع بعض بقوا ايه، اليونيك ديفايس اي دي. هاخد اللي قدامي ده كده كوبي واحطه على الموقع اللي هو www.cisco.com/go/license. تمام هيطلب مني كمان حاجه على الموقع، ايه هي، قيمه اسمها باك، قيمه اسمها ايه، باك برودكت اوثرايزيشن كي. ايه البرودكت اوثرايزيشن كي ده، هو انتوا دلوقتي لما جيتوا تحجزوا اصلا مش السكرتيره ادت لكل واحد فيكم وصل صح، والوصل ده بيبقى عليه رقم، في اتنين فيكم ليهم نفس الوصل او الرقم اللي موجود على الوصل يعني، لا رقم سيريال صح. نفس الكلام انا اشتريت الراوتر من سيسكو هيدوني زي وصل كده عليه الباك، عليه الباك ده البرودكت اوثرايزيشن كي، يبقى كده سيسكو فعلا ضمن حقها ان انا فعلا الشخص اللي اشتريت الراوتر ده ولا لا صح. هروح حاطه برضو البرودكت اوثرايزيشن كي، دي مش حاجه اجيبها من الراوتر بقى تمام، هروح حاطه على الموقع برضو البرودكت اوثرايزيشن كي، لو ما كانش معاك اطلبه من الريسيلر اللي انت اشتريت منه. تمام اول ما هعمل انتر هيتبعث لي ملف كده على الميل امتداده دوت لك، لك اللي هي لايسنس امتداده ايه يا شباب، لك. تمام اعمل ايه بقى بالملف ده،
حطوه على اي مكان اكسسبل بالنسبه للراوتر، على تي اف تي بي، فاكرين تي اف تي بي؟ احطه على تي اف تي بي، احطه على اتش تي تي بي سيرفر، اف تي بي سيرفر، اي حاجه اكسسبل بالنسبه للراوتر. او ايه كمان؟ يو اس بي فلاش. الناس اللي كانت زمان بتسالني اول ما بدانا خالص ايه فتحه الفلاش اللي موجوده في الراوتر ده، ممكن احط فيها فلاشه واعمل ابلود للاي او اس على الفلاشه، لا قدر الله حصل حاجه يبقى عندي كوبي من الاي او اس موجود على الفلاشه بتاعتي. تمام، هحط ملف اللايسنس. لا انت عارف ان الفلاشه الهارد وير شكله عامل ازاي؟ لا طبعا ما ينفعش. تمام، لا طبعا لا ما ينفعش. طيب الملف ده دوت ليك مثلا، انا هفترض ان انا حطيته على ايه؟ على يو اس بي. تمام، هاجي بعد كده على الراوتر واقول له لايسنس في الانيبل مود، لايسنس مسافه، انستول مسافه، يو اس بي فلاش، مش فلاش، في فرق ما بين اليو اس بي فلاش وفي فرق ما بين الفلاش، نقطتين فوق بعض، اسم الملف اللي امتداده في الاخر دوت ليك. تمام، وفي الاخر اقول له ريلود. بعد ما اقول له ريلود هلاقي ساعتها الاوامر بتاعه الفيتشر ده اتفتحت، السكيورتي مثلا. طب ايه هي ملفات اللايسنس اللي انا ممكن اشتريها؟ لو قلت له هنا شو لايسنس فيتشرز، تمام، عندي اربع فيتشر اساسيين، اي بي بيز، ودي كده كده اصلا الراوتر بيجي انيبلد عليه الاوامر بتاعتها. اي بي بيز المقصود بيها الراوتنج، المقصود بيها ايه؟ اصلا انا شاريها عشان يبقى عليه راوتنج، يعني انا مش شاريها عشان اركنه حته حديده خرده جنبي، صح؟ فعلشان كده الفيتشر ده اصلا كده كده ايه؟ انيبلد. تمام، عندي كمان الفيتشر بتاع سكيورتي، يعني انا دلوقتي ممكن اشتري اللايسنس بتاعت ملف ايه، او اللايسنس بتاعت الفيتشر بتاع السكيورتي. تمام، هيفتح ساعتها اوامر سكيورتي. عندي الداتا كي، الداتا كي بيفتح كده حاجه اسمها ام بي ال اس، هبقى اكلمكم عنها باذن الله اول ما ندخل في الوان تكنولوجي في السمستر الرابع. تمام، بس حاجه جامده يعني، بيفتح عندي حاجه اسمها ايه، ام بي ال اس. تمام، لو انا اشتريت اللايسنس بتاعت اليو سي كي يونيفايد كول مانجر، ده بيفتح عندي الاوامر بتاعت الفويس اوفر اي بي، فاكرين تكنولوجي الفويب؟ بيفتح عندي اوامر الفويب. تمام، طبعا على الراوتر اللي قدامي ده مين اللي انيبلد دلوقتي؟ الاي بي بيز الراوتنج. تمام، طب بالنسبه للسكيورتي او الام بي ال اس او الداتا كي، اليو سي كي، الفويب، كل دول ايه؟ نوت انيبلد. تمام كده. بالمناسبه قبل ما انسى الحته دي، افرض دلوقتي ان انت كنت حطيت ملف اللايسنس بتاعك على تي اف تي بي، الامر ده صيغته هتختلف بقى، لايسنس انستول، هتيجي هنا تقول له ايه؟ هتقول له ساعتها تي اف تي بي نقطتين سلاش سلاش الاي بي بتاع التي اف تي بي سيرفر مسافه، اسم الملف بتاعك دوت ليك، اسم الملف ايه يا شباب؟ دوت ليك. طبعا على حسب بقى، انت حاطه على اف تي بي حط اف تي بي بس، حاطه على اتش تي تي بي حطها اتش تي بي بس. تمام كده. طيب نكمل تاني. قال لي دلوقتي الاي بي بيز ايفالويشن نو، ما هي كده كده متسطبه. السكيورتي ايفالويشن اه، ايه ايفالويشن ويعني ايه رايت تو يوز؟ قال لك زي ما كنت لسه بحكي لكم على مايكروسوفت، مش تقدر تنزل اي نسخه تجريبيه لمده 30 يوم؟ هنا نفس الكلام بالظبط، ممكن ان انا انزل الفيتشر بتاع السكيورتي كفتره تجريبيه لمده 60 يوم. الفيتشر ده اسمه رايت تو يوز، الفيتشر ده اسمه ايه يا شباب؟ رايت تو يوز. تمام، فسي دلوقتي ان انا عايزه اسطب الفيتشر بتاع السكيورتي، هعمل ايه؟ هنزل تحت الكونفيجريشن مود واقول له لايسنس، انا هضغط تاب بقى كده، انا عمال اضغط تاب على فكره بس، لان هو اصلا الامر ده ملوش غير السنتكس ده، بوت موديول 2900 ده الموديل بتاعي، تكنولوجي باكج. لو استخدمت الهيلب اللي قدامي ده على سبيل المثال بيسبورت ايه؟ السكيورتي والفويس اليونيفايد كوميونيكيشن تكنولوجي. فسي ان انا عايزه اسطب دلوقتي مين؟ السكيورتي. تمام، قال لي ها موافقه على موافقه على الترمز دي؟ يس. اوعى حد ينسى يسيف الكونفيجريشن. تمام، لو قلت له شو لايسنس فيتشر سكيورتي ده نوت انيبلد لسه، ليه؟ احنا اتفقنا ان اللايسنس بتتسطب امتى او بيتعمل لها انستيشن امتى؟ اثناء الريبوت، بعد الريبوت. تمام، ينفعش نسال اللايسنس؟
يلا. والمصري معروف بجبروته صح. لايسنس فيتشر. لقيت دلوقتي السكيورتي ايه يا شباب؟ معايا ها، لقيت السكيورتي دلوقتي ايه؟ انيبل. يبقى تاني رايت تو يوز معناه اقدر استخدم الفيرجن او اللايسنس دي لمده فتره تجريبيه 60 يوم. تمام. افرض ان انا كنت عايز اعمل ديسيبل لللايسنس، نفس الامر اللي انا كتبته بالظبط، بس في الاخر بدل ما اقول له مش ده الامر اللي استخدمناه لايسنس بوت موديول مش عارفه ايه، تيجي في الاخر خالص تقول له ديسيبل. تيجي في الاخر خالص تقول له يا شباب ديسيبل. تمام. نشوف بس شويه امور بسيطه كمان. شو لايسنس؟ احنا شفنا يو دي اي وشفنا فيتشر. لو قلت له هنا ديتيل وقول الاثنين زي بعض يعني بيديني نفس المعلومات بس الصوره ديتيلد شويه. يعني على سبيل المثال بيقول لي اول لايسنس عندي بتاعه الاي بي بيز، ودي حالتها بيرمننت على طول موجوده ان يوز شغاله صح. طب بتاعه السكيورتي هي نسخه ايفالويشن شغاله دلوقتي. طيب بيديني فتره ايه الرقم الضخم ده؟ ده عشان بس باك تريسر. احنا اتفقنا انه بيديني مده قد ايه يا شباب؟ 60 يوم. ده عشان باك تريسر، لان بالمنطق كده لو كان بيديني فعلا 208 ويك محدش كان اشتريها اساسا صح. تمام. ونفس الكلام على الداتا كي، نفس الكلام على اليو سي كي. تمام. شو لايسنس قول نفس المعلومات. تمام. اخر امر بس شو فيرجن. شو فيرجن؟ احنا اخدنا الامر ده قبل كده لما كنا بنشوف الفيرجن بتاع الاي او اس وشفنا كل المعلومات دي صح. الفرق بقى ان الراوتر بتاعنا اللي جوه الراك ده عليه اي او اس لو تفتكروا كان 12.4. تمام. ده فيرجن 15. في فيرجن 15 كان عندي على الراوتر اللي جنبكم ده كان اخر سطر عندي كونفيجريشن ريجستر، الجدول اللي فوق ده ما كانش فيه. حد فاكر الجدول ده اساسا على الراوتر بتاعنا ما كانش موجود فيه؟ هنا ظهر ليه؟ لان انا شغاله هنا على فيرجن 15. بيديني نفس المعلومات تاني بتاعت اللايسنس. هي نفس المعلومات اهي بيرمننت ايفالويشن. حد وقع مني كده في حاجه؟ ها شباب. تمام. بالنسبه للراوتر